استرناج القهوة بيها شاي؟ لا، هو بس البن قليل شوية، بس كويس عشان الضغط. مو عجبتك؟ لا، هو بس السكر قليل، بس كويس عشان السكر. أحسن بكتير. هو في الحقيقة مفيش قهوة خالص، مفيش غير شفطة واحدة بس، بس كويس عشان تصلب الشرايين. مستر ناجي، أنت شو ناوي تساوي بعد ما تخلص مدتك في السفارة؟ ناوي أشتغل في البيزنس، أنا أصلي أحب الفلوس. إحنا على في إسرائيل؟ آه إن شاء الله. جميل، وشو ناوي تساوي؟ ناوي أسرق البنك ده. إيه؟ على طول كده جرس إنذار. ده أنا لسه بفكر. لا لا، هذه التجربة بتاعت السيستم. مستر ناجي، أنت أوحيت لي فكرة عظيمة. لازم يخترعوا ألارم يضرب بمجرد ما حدا فكر يسرق البنك. تعملوا أبوها، بعد كده نقرأ في الجرايد القبض على 5 قاعدين في قهوة متلبسين بالتفكير في سرقة بنك. دول 150,000 دولار؟ ايوه. اعدهم ولا ايه؟ انا حمضي على وصل الاستلام. المثل بيقول لا تعد ورا يهودي. دول ناقصين ورقتين. لا لا، مستحيل. زي ما بقول لك كده، حطهم على الجهاز. مو معقول مستر ناجي، انت عبقري.